بسم الله الرحمن الرحيم. كتيبة اليرموك بالتعاون مع كتيبة 18 أذار والمجاهدين تلك عمليات تقوم باقتحام حاجز السد الحرج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعزة الله الله أكبر وعزة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كتيبة اليرموك بالتعاون مع كتيبة المجاهدين وكتيبة 18 أذار وكتيبة عمليات تقوم باقتحام حاجز السد حاجز الحرج. الله أكبر الله أكبر.